كشف المطور افالانش عن مجموعة من الميزات الحصرية من اللعبة المرتقبة هوغرتس ليجاسي لنسخة البلايستيشن 5، وتم الإعلان عن هاي الميزات الحصرية في مقطع جديد بمدونة بلايستيشن يبين بها أن اللاعب راح يستفاد من جميع تقنيات وإمكانيات يد التحكم الدولسنس لجهاز البلايستيشن 5. أشوف أن المطور مرة ذكي لأن حاب يستغل ميزات الدولسنس، فبالنسبة للتريجرات فيها ميزة مناسبة لتنفيذ حركات سحرية متنوعة داخل عالم اللعبة، وهذا الكلام يا شباب يعني أن اللاعب راح يتمكن على الأغلب من تنفيذ حركات سحرية معينة عبر الضغط بمستويات مختلفة على التريجر، وبنفس الوقت اللعبة راح تدعم تقنية الاهتزاز التفاعلي بمقابض يد التحكم حتى يشعر اللاعب بهاي التعويذات السحرية ويميز اختلاف كل حركة سحرية بشكل جيد. وقال المطور انهم راح يركزون هذا الدعم على الجانب الايمن من قبضة التحكم فقط، لان الشخصية ماسكة العصا السحرية باليد اليمنى. هذا الشيء راح يوفر للاعب تجربة محاكاة واقعية وجميلة في حالة الهجوم. اما في حالة الدفاع راح يلاحظ اللاعب اهتزاز مميز عند صد الهجمات السحرية المعادية، وايضا عند القيام بانشطة مختلفة في عالم اللعبة مثل الطيران على المكنسة السحرية وخلط المكونات في جلسة تحضير مستحضرات سحرية خاصة، وطبعا غيرها من الحركات داخل اللعبة. ومن الشغلات اللي لفتت انتباهي هي ضوء يدة الكنترولر الدول سنس، فمع هاي اللعبة راح يتم تغيير لون الإضاءة عند تنفيذ حركة أو هجمة سحرية أو عند ما تتعرض الشخصية للضرر، لكن عند ما تتجول بعالم اللعبة راح تلمع الدول سنس بألوان موافقة للمكان اللي تتواجد فيه. ايضا يا شباب راح يتم اضافة مؤثرات صوتية بيدة التحكم اللي راح تعبر عن بعض الاصوات المحيطة باللاعب، واللعبة راح تدعم مزايا نظام بلايستيشن 5 اللي تساعد اللاعبين على تلقي المساعدات والنصائح مفيدة وارشادات لتنفيذ بعض الانشطة وغيرها عبر مزايا مثل Activity Crowds والGame Help. شخصيا سبق وجربت لعبة Astro's Playroom، اللعبة اللي عطتني تجربة تفاعلية مميزة مليئة بالمؤثرات الصوتية والحسية، ومن خلالها عرفت انه يدة الدولسنس مرة متطورة بالمقارنة مع يدة السوني 4. فباعتقادي انه اللعبة راح تكون تجربتها افضل على السوني 5 بحكم انه المؤثرات لها دور كبير بعالم الالعاب. وبس حبيت اشارككم هاي المعلومات الحلوة، لا تنسون شوفوا مقطع الافضل 4 شاشات للالعاب التختيم راح تفيدكم مع هاي اللعبة. كان معكم علاوي، تحياتي لكم ومع السلامة.